أوفرات أوفرات أوفرات، بنجيب مستحضرات التجميل لما يبقى فيه أوفر، أو لما يبقى فيه براند مخصوص إحنا عايزينه علشان نبقى ضامنين الجودة بتاعتها. بس مش كل مستحضرات التجميل حتى لو براندات بتتماشى مع نوع البشرة بتاعتنا. طب أعمل إيه؟ معنى كده إن أنا ما أجيبش مستحضرات تجميل؟ لا طبعا، مش هو ده اللي أنا بقوله، بس لازم أستخدم مستحضرات التجميل اللي تتماشى مع البشرة بتاعتي وما تسببليش حساسية. ويا سلام لو استخدم مستحضرات تجميل آمنة على البشرة وطبيعية. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد شعلان وفيديو جديد من ميركير عن ازاي اصنع مستحضرات التجميل بنفسي، وده الجزء التاني. الكورس بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن كذا حاجة. هنتكلم فيه عن تعريف مستحضرات التجميل، ايه هي مستحضرات التجميل، وهنتكلم اصلا ايه سبب المشكلة اللي تخليني ان انا اصنع مستحضرات التجميل، وهتكلم برضو على أساسيات التركيبات وصناعة مستحضرات التجميل، وهتكلم على الأدوات اللي أنا هحتاجها، وهتكلم على طريقة التخزين. طيب أبدأ أول حاجة بمستحضرات التجميل. مستحضرات التجميل عندي دايما الناس بتشوفها على إن هي مستحضرات علشان خاطر بس تغطي الجزء السطحي للجلد أو تدي شكل جميل، ولكن في الحقيقة هي أكتر من كده. هي كمان ليها أساليب علاجية، لأن الجلد زيه زي أي كائن حي، محتاج يتغذى، محتاج يترطب، ومحتاج إن هو ياخد الغذاء بتاعه علشان يبقى صحي. فاستخدامي لمستحضرات التجميل، ويا سلام لو كانت طبيعية، آمن جدا على البشرة، لأنه بيخلي البشرة أو الشعر بيبقوا بياخدوا الغذاء بتاعه. كمان بتبقى حاجة وقائية من إن أنا أتعرض لأي مشاكل سواء في البشرة أو الشعر. إذن هي مش حاجة عادية أو حاجة ترفيهية أو تكميلية، بل بالعكس دي حاجة أساسية. طيب مشكلة مستحضرات التجميل إني علشان أبدأ أصنع مستحضرات التجميل، أغلب البراندات فيها مواد كيميائية، والمواد الكيميائية دي ممكن تأثر عليا على المدى الطويل وتأثر على البشرة وتسبب لي حساسية وتسبب لي جفاف للبشرة. كمان ممكن الكيماويات اللي موجودة فيها دي تأثر بالسلب عليا على جلدي. بقعد كتير وانا بختار اختار دي ولا دي، وببص على المكونات، وبالذات الناس اللي بتعاني من حساسية الجلد بتقعد تركز جدا جدا مع التركيبات والمواد الخام اللي موجودة في كل منتج. طب ليه انا ادخل نفسي في المعضلة دي في حين ان انا اقدر استخدم بدايل آمنة طبيعية وهتديني نفس الكفاءة بالظبط، هتديني نفس التأثير اللي بتدهوني البراندات، بل بالعكس هتبقى طبيعية وهتبقى آمنة على بشرتي، وكمان بتتماشى مع نوع البشرة لأن كل نوع بشرة مختلف عن التاني. هنا هنبدأ نتكلم عن القواعد الأساسية. القواعد الأساسية دي لازم تحفظوها كويس جدا، لأن هي دي أساس أي تركيب. أي تركيبة أو أي منتج بيتكون من تلات حاجات، مفيش ليهم حاجة رابعة، هما تلاتة فقط، يا إما منتج مائي، يا إما منتج زيتي، يا إما مزيج ما بين الاتنين. المنتج المائي بيبقى ليه حالتين، يا حالة سائل أو حالة جل سواء خفيف أو تقيل، والزيتي يا إما برضه سائل أو شمعي، والمزيج ما بين الاتنين اللي هو الكريم أو اللوش. الكريم بيبقى تقيل في القوام، أما اللوشن بيبقى خفيف في القوام. إذن معرفة القاعدة بتاعة أي منتج بتسهل عليا إن أنا أبقى كرييتيف، إن أنا أبقى مبتكر، أقدر إن أنا أحدد المنتج ده هل منتج زيتي ولا منتج مائي ولا مزيج ما بين الاتنين منتج كريمي. الحاجة دي بتخليني بعد كده أبني الريسيبي بتاعتي أو أبني التركيبة بتاعتي بإن أنا أعمل النسب علشان أخلي المنتج بتاعي حتى لو هو مزيج ما بين المائي والزيتي يبقى النسب مقبولة ما بينهم وما بين بعض، وده مهم جدا. طب دلوقتي لما اجي احضر هستخدم ادوات ايه؟ انا دلوقتي في البداية مش لازم اروح اجيب معمل كبير، انا محتاج ابدأ بادوات تخليني ابدأ شغلي، فانا محتاج حاجات اساسية. اهم حاجة اساسية ابدأ استخدمها هو لازم يبقى عندي ميزان، والميزان يبقى دقيق جدا علشان خاطر وانا بوزن بالجرامات. طيب محتاج بيكرات، البيكرات لازم بتبقى زجاجية طبعا علشان خاطر تتحمل درجة الحرارة لو أنا بستخدم حاجات فيها تسخين. محتاج حاجات أقلب بيها زي الاسباتيولا أو الجلاس رود، ومحتاج ورق pH
او بي اتش ميتر. ما عنديش بي اتش ميتر غالي، هجيب ورق البي اتش واستخدمه علشان اقدر اعرف درجة الحامضية والقاعدية بتاعتي، لان ده مهم جدا. درجة الحامضية والقاعدية بالنسبة للبشرة من 4.5 لـ 6، وبالنسبة للشعر من 4.5 لـ 5.5. كمان هحتاج كحول علشان انظف، وهحتاج حاجات زي الفانيل عشان اعبي، وهحتاج ثرمومتر او ترمومتر ان انا علشان اقيس درجات الحرارة. طب مش قادر اجيب ترمومتر او مش قادر اجيب الحاجات دي، هشوف البدائل بتاعتها. لو ما عنديش الميزان الدقيق، اقدر ان انا استخدم ميزان المطبخ العادي، واقدر استخدم كوبايات ازاز بديله للبيكرات، بس اهم حاجه تكون بتستحمل درجه الحراره. واقدر ان انا استخدم الورق بتاع البي اتش زي ما قلت مكان البي اتش ميتر، واقدر استخدم بدل الهوت بليت اقدر استخدم حمام مائي. وبالنسبه للثرمومتر ممكن استخدم الثرمومتر بتاع المطبخ. طيب لازم ابقى انا فاهم وانا بشتغل ان في حاجات او ملاحظات ونصايح مهمه جدا ان انا اخد بالي منها. زي ايه؟ ان انا اول حاجه وانا بشتغل اشتغل بامان، ابقى لابس جلافزات، نظاره واقيه او اي حاجه من الجوجلز مثلا علشان خاطر لو في حاجه فيومينج. طيب هستخدم بعد كده ان انا يبقى عندي مكان فيه تهويه كويس علشان لو في روائح او ابخره. كمان لازم يبقى فيه كحول علشان التعقيم، ولازم ان انا اخد بالي ان كل ما استخدم حاجه واتخلص منها يبقى لازم اجمع المكان ده في مكان خاص بالنفايات علشان ارميه واتخلص منه. طيب طريقه التخزين، طريقه التخزين مهمه جدا، اللي هي اللي على اساسها بتدي المنتج بتاعي مدى الصلاحيه بتاعه. طيب يبقى انا لازم ابقى متخيل وعارف ان في حاجه اسمها عمر افتراضي للمنتج. المنتج ده ليه اكسبايري ديت، بيقعد لفتره معينه وبعد كده بيبدا ينتهي. لازم استخدم عبوات زجاجيه تكون لونها بني او لونها عنابي علشان خاطر ما تتاثرش بالضوء وما تتاثرش بالحراره على عكس العبوات الشفافه. ويا سلام لو هي زجاجيه علشان ما تتفاعلش مع البلاستيك او البي في سي اللي معمول منها العبوات. كمان لازم ابقى كاتب اسم المنتج والتاريخ الصنع بتاعه، ولازم اعرف ان المنتجات بتاعتي اغلبها بتقعد ما بين 3 شهور ل 6 شهور او نسبه الماده الحافظه اللي انا حاططها وعلى حسب المنتج. كمان لازم ان انا اما اخزنها اخزنها في مكان بعيد عن الضوء، بعيد عن الشمس علشان ما تتاثرش بالحراره والرطوبه. واهم حاجه بعمل عليها حاجه اسمها ستابيليتي تيست. والستابيليتي تيست دي مهمه جدا جدا جدا، وهي اللي اغلب الناس وهي بتشتغل بتقول لك ان المنتج ده يقعد سنه او 2 أو 3 بيزد على او بناء على الاستابيليتي تيست. طبعا في انواع كتيره جدا من الاستابيليتي تيست بتتعمل، ولكن احنا مش هنشرحها المره دي، هنشرحها المره الجايه وهمشي معاكم فيها خطوه بخطوه. ملخص الفصل كله ان احنا النهارده المستحضرات التجميل دي حاجه اساسيه مش حاجه ترفيهيه، ولازم تكون وسيله لعلاج او وسيله لمنع مرض. كمان ان انا ممكن ابدا سهل جدا واستخدم الادوات البسيطه، مش لازم حاجات معقده، والاهتمام بالتفاصيل في كل مرحله والتخزين بتاع المنتج، وان انا اعرف ان المنتج ده مدى صلاحيته قد ايه. ده كان الفصل الاول او الجزء الثاني من ازاي ابقى مصنع منتجات تجميل محترف. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه، وان شاء الله المره اللي جايه هبقى معاكم بنصنع زي ما كنا بنعمل قبل كده، بنعمل منتجات، هعمل معاكم منتجات نبدأ نمشي فيها واحدة واحدة. هنتكلم فيها عن الخامات، خامات استخدمها ازاي واجيبها منين، الادوات اجيبها منين، وهمشي معاكم واحدة واحدة. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.